الرؤية لكويت المستقبل تتكون من أربع محاور. المحور الأول هو وضع حد للزيادات الغير مدروسة للرسوم والضرائب من خلال تشريع قانون يضع حد للزيادات بنسبة محددة. البند الثاني هو ضرورة دراسة الاتفاقيات الدولية للتأكد من مطابقتها للدستور ومصلحة الكويت. البند الثالث هو ضرورة إيجاد مصادر أخرى للدخل لتدعم الميزانية وإيرادات الدولة. طبعا احنا لما نتكلم عن إيجاد مصادر أخرى للدخل